اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مطبخنا بساطه، سهوله، مرونه. مكوناتنا او الماتيريال اللي بنستخدمه في متناول الجميع. معانا النهارده الكوبيبه. كلنا عارفين الكوبيبه ده مصطلح شامي، مكوناته في متناول الجميع اذا كان لحمه مفرومه او برغل. بس في تركايه وفي اسرار لعمل الكوبيبه عشان ما تفكش مننا في قلب الزيت او ان احنا بنعملها مع طماطم او لبن. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا تشكيله من الخضار النهارده من خير ارضنا، اذا كان كوسه او جزر او بطاطس. هنعمل طاجن الخضار بالوايت صوص مع الجبنه، حاجه لطيفه، الاطفال بيحبوا الحاجات اللي فيها جبنه وفيها وايت صوص وبتبقى لطيفه. فرصه نجمع تشكيله من الخضار في قلبها، يبقى مكون غذائي لطيف وجميل. السفره دي بتاعتي بتحتاجها لطبق سلطه بيساعد على الهضم، قيمته الغذائيه عاليه جدا، فواتح شهيه. فمعانا سلطه الخيار النهارده بالثوم والنعناع مع زيت زيتون وعصير حامض، هتبقى برضو لطيفه وجميله بتناسب كل افراد الاسره. مش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده، خلونا اطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل هنشوف معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن مطبخ بشكل جديد وطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن الطعم جديد والشكل جديد. معانا طاجن الخضار النهارده هنبدا بيه مع بعض. تشكيله من الخضار مع الوايت صوص مع الجبنه، وكالعاده في تركايه في طعم بياخدنا المكان تاني. مقادير الطاجن ده: بتنجان على كوسه على جزر على بطاطس على فلفل على شويه زعتر حلوين، ولكن انت تقدري تختاري الخضار اللي انت حباه. ما تتقيديش باي حاجه انا ممكن اقولها، يعني ممكن تستغنى عن البطاطس، تستغنى عن الكوسه، الخضار اللي موجود عندك في درج الثلاجه. كوسه، بتنجان، جزر، بطاطس، بصل، فلفل الوان، طبعا ما عدا الطماطم. الطماطم هنا بريئه من الطاجن ده لاننا معانا وايت صوص معاه جبنه ومعاه شويه زعتر وزبده. نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ابدا باول حاجه تقطيع الخضار بشكل لطيف. هنعمله طاجن، حاجه كده زي الترلي ولكن بمدرسه تانية خالص. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. في طريقتين. الطريقه الاولى ان احنا بنحمر الخضار ده كله في قلب الزيت، زيت غزير اللي بتحمري فيه البطاطس، بيبقى شكله حلو. يا اما تشوي الخضار ده وبعدين نتعرف عليه ونعمله بالوايت صوص او بالريد صوص، فليك الاختيار هنا. احنا هنعمله النهارده بالوايت صوص مع تحمير الخضار في الزيت. هتقولي لي دسامه، احنا معانا يوم الاحد من كل اسبوع بنعمل اكل صحي بمدرسه تانية خالص بنفس المكونات، وبنهرب من اي دهون بنستخدمها في الاكل بتاعنا. بطاطس بتقطع بالشكل ده كده، كاريهات، ده المصطلح العلمي بتاعها يعني مكعبات. ناخدها كده اهو، تبقى كلها حجم واحد عشان يبقى شكلها حلو على السفره. نشيل دي من هنا. معانا بتنجان، معانا الابيض والاسود. انا مش بحب اقشر البتنجان بصراحه، قشرة البتنجان مفيدة على فكرة، الألياف بتاعتها مفيدة، غني بالحديد، غني بالمعادن. البتنجان الأكسدة فيه عالية زي التفاح زي الموز، يعني فيه حديد، يعني لازم لما نقطعه نستخدمه على طول عشان ما يسودش مننا. يا إما تحطيه في محلول حمضي اللي هي مية عليها شوية ليمون علشان ما يسودش منك اذا انت هتركليه شويه. شفت تقطيع الخضار كده؟ طبعا انت ممكن تقطعيه بشكل تاني خالص، اختياري بقى. كوسه معانا، مكعبات، معانا جزر في المقادير. في حاله تقطيعنا للجزر احنا بنقطعه بشكل تاني علشان ده بياخد وقت كبير في السوى شويه. هناخد الخضار ده كده زي ما هو، هنبدا ان احنا نديله شويه بهارات حلوين كده قبل ما نحطه في الزيت. وهقول لك على تركيه حلوه دلوقتي عشان الخضار ده ما يشربش زيت، وخليها في سرك وليها لصاحبتك لجارتك. تعالي لما تيجي تحمري خضار في الزيت زي بتنجان زي كوسه الحاجات الجميله ديت، الشيف المغازي عمل تركيه حلوه بتغلف الخضار من الخارج وتحميه من الزيت ان هو يشرب زيت. شكل الخضار يفتح النفس.
حلو زي ما هو كده معانا من النشا. الله، معلقتين حلوين كده بنغبره بيهم مع سنه من الشبت صغيره كده ونقلبه. حلو، هناخد الخضار ده كده من غير اي بهارات، انا مش عايز احط عليه بهارات خالص دلوقتي. وعندنا الزيت غزير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار في قلب الزيت يا عم الشيف؟ نملاها كده. الخضار لما يتقلي هيخس، هتلاقي كله دلوقتي بسوى الزيت معانا زي الفل. خلصنا من المرحلة الأولى لتحمير الخضار. نيجي للوايت صوص بتاعنا أو البشاميل. إحنا مجهزين شوية بشاميل هنا، عبارة عن دقيق، زبدة، حليب. دقيق وزبدة وحليب، وأنا عارف إن أنتوا شطار في عمايله. دقيق وزبدة وحليب. بيتحط الدقيق مع الزبدة أهو زي الفل. قوام اهو، شفت الحلاوه دي؟ هو ده اهم حاجه من اسرار عمل البشاميل، ما يقطعش منك وانت بترفعيه كده بالمغرفه. قطع يبقى في حاجتين، يا اما الدقيق دوبتيه في ميه سخنه فبرغل عندك، يا اما الحليب مش كويس قاطع. خلي بالك انا بقول لك على علامات وعلى تركات بتعرفي منها انك انت شغاله صح وماشيه في طريق سليم ولا لا، ودي مهمه جدا. اذا قطع منك البشاميل او الوايت صوص لحاجتين، الحاجه الاولى الحليب ما يكونش تاريخ صلاحيته مش مظبوط، مش تبريد مش كويس وهكذا. يا اما الدقيق انت قلبتيه في ميه سخنه فقطع منك. زي الفل. هنبدا نحط عليه شويه جبنه. باخد نص الجبنه دي كده على البشاميل او الوايت صوص. حلو، وبهر الوايت صوص ده ببابريكا، شويه كركم حلوين. حلو، معانا الملح، فلفل اسود، دي مدرسه بقى. وخد المفاجاه، مكعبين من الزبده عشان يبقى فيه شويه دسامه. طيب كده التغليفه والوايت صوص بتاعي جاهز. انا يا شيف مغازي مش بحبه بالوايت صوص، ممكن اعمله بالطماطم ممكن، بس دي مدرسه تانية. بمجرد ما تحط الجبنه الموزاريلا على الوايت صوص بيديك شكل مخاطي بقى. شفت القوام؟ تقل شويه. دي مدرسه، تقدري تعمليها مع مكرونه، تقدري تعمليها مع خضار، تقدري تعمليها مع سبانخ. تستخدم الجبنة دي، ممكن جبنة برمجان زي ما انت عايزها. طبعا الطبق ده خلصنا منه، مش هياخد وقت في التطبيق. انا في انتظار ان الخضار يتحمر شوية هنخش على طبق تاني فيه شغل كتير وفيه فكرة طهوية وفيه اسرار، اللي هي الكبيبة المقلية على طريقة المغازي. طب خلينا نشوف المقادير، يعني في موضوع. خلينا نشوف المقادير بعد، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الكبيبة المقلية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتركية الأخيرة لعمل طاجن خضار بيتكلم مصر. ادي الخضار اللي موجود عندك، بطاطس، بتنجان، كوسة، ممكن تحط سبانخ، ممكن تحط مشروم، ده اختياري. حمرنا الخضار في الزيت، نزل على بصلة ناعمة، نزل على تومة ناعمة، معانا شوية فلفل. أنا بحب الخضار يبقى فيه ألوان كده لطيفة والأطفال بيحبوا الحاجة دي. ناخد الخضار ده كده بالشكل ده كده مع شوية زعتر. أهم حاجة التومة والبصلة بتاعة الخضار ده تحمريها شوية في مكعب من الزبدة. هذا الخضار بتاعنا زي الفل. الله، توابلنا فين يا عم الشيف؟ بهاراتك فين يا عم الشيف؟ في الوايت صوص اللي احنا من الاول عملناه مع اضافه الجبنه الموزاريلا. عندنا الطاجن بتاعنا، هناخد الخضار ده كده بالشكل الحلو ده كده والصوره الحلوه دي كده اللي تعني مليون كلمه اهو. شفت الحلاوه دي؟ زي ما هو
معانا وايت صوص لطيف وجميل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده عدلوا شويه رز بالشعريه، رز ابيض ماشي، مكرونه اسباكيتي مع البيستو صوص، مكرونه اسباكيتي مع الطماطم، ولكن هي للامانه عايزه شويه رز ابيض زي الفل. جبنه موزاريلا على الوش ويلا بينا على الفرن يا دلعك. الف هنا وشفا للي ياكل. حلوه اهو الزعتر، حلو. شفت البساطه والسهوله بتودينا لفين؟ ما بحبش انا الكلكعه في المطبخ بقى، يعني ايه نقعد بقى نشتغل في الطبق ساعه وساعتين؟ احنا وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه باقل تكلفه وبطريقه بسيطه وسهله. درجه حراره الفرن عندي 180 زي ما هي كده هزه اهي. يلا بينا على الفرن. اللهم صل على النبي. بص على الحلويات قبل ما اقفل الفرن. طيب عدينا طاجن في الفرن، هنعمل حاجه دلوقتي مع بعض. الكوبيبه على طريقه المغازي. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تفاصيل كتيره في قلب الفرن. نقفل يلا بينا. تعالوا نعمل الكوبيبه مع بعض ونشوف مقاديرها على الشاشه. لحم مفروم، برغل مغسول وبعد ما اتغسل بميه ساقعه بننقعه لمده ساعتين ثلاثه. دي التركايه، البرغل بيتغسل بميه بارده من فضلك مش ميه سخنه، مع بصل وتوم مع ملح وفلفل وقرفه ناعمه، والتركايه معلقتين سميد في قلب الكوبيبه. وهقول لك ليه السميد دلوقتي في قلب الكوبيبه. تعالوا الاول نبدا ان احنا نطحن اللحم مع البرغل، وبنعتذر من صوت الخلاط. مع بعض كده اكتبي المقادير دي وحطها على باب التلاجه، وقولي الكوبيبه المقليه على طريقه البوغازي. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. سميد برغل، حلو قوي. عصير ليمون، حلو قوي. تعالوا مع بعض. دايما لما بنيجي نعمل الكوبيبه بتفك مننا في قلب الزيت يا عم الشيف، ويا اما البرغل ما بيختلطش كويس باللحم. فانا اقول لك دلوقتي على تركايه حلوه كده، والاسئله دي كتير على السوشيال ميديا. الكوبيبه مهما بعملها ما بتبقاش زي بتاعه بره، ما تلاقيهاش كده كلها ملمس واحد وناعمه وزي الفل. ليه يا شيفنا؟ تعالى نتكلم عن الموضوع ده ونجاوب عليه عملي. اول حاجه بحط البرغل، برغل بالشكل ده كده، يتغسل بميه ساقعه مره اتنين تاني كانك بتغسلي رز، وبعد كده يا ست الكل بتصفيه من الميه وتسيبيه لمده ساعتين ثلاثه. الجو حر حطيه في الثلاجه، جو فيه بروده خليه بره الثلاجه، ده اختياري. ادي البرغل بتاع ده اللطيف الحلو، ونشغل عليه الكبه. ونشوف الدنيا فيها هنا اهو. ده يعني للامانه المفروض ينزل على مفرمه لحم، عشان نبقى واضحين مع بعض يبقى في مصداقيه. المفروض ينزل على مفرمه لحم، ولكن صوت المفرمه فيها مجهود شويه، فاحنا بنستخدم الكبه. We'll be right back.
شوف الدنيا عاملة هنا، التقليبة دي مطلوبة. الله، ايه الحلاوة دي يا عمش، ايه الجمال. بنجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت بمساعدة الاسباتيولا بتاعتي او سكينة او شوكة او معلقة زي ما انت عايزة، ده الطبيعي. ونقلب تاني بالخلاط. لازم العجينة دي كلها تبقى انسجام مع بعضيها. بيسألوني في الكنترول ليه حطيت مية، هجاوب على الفاصل ده وأنا بعد ما اطحنها. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف العجينة بتاعتنا. لازم تاخد وقتها في الكبة. في سؤالين دلوقتي المفروض نجاوب عليهم، اللي هي التركية بتاعت المغازي، أسرار عمل الكبيبة. رقم واحد، إضافة الماء المثلج للبرغل في حالة طحنه، علل ولماذا؟ لاستخراج الأنسجة والألياف بتاعة البرغل عشان يختلط ببعضه، لأن البرغل قمح كامل ومطحون خشن وناعم، فالناعم بنستخدمه في الكبيبة والتبولة، فعلشان يديه للألياف بتاعته واستفيد بيه طبعا لازم أحط له ماء مثلج. حلو قوي. وإضافة السميت الناعم ليه يا عم الشيف؟ عشان الكبيبة تبقى ملمسها ملمس واحد ويساعد على التصاق وملء الفراغات بتاعة البرغل مع اللحم. تعالوا نحط البهارات بتاعتنا. حطينا الملح، ما ننساش بهارتنا، فلفل اسود وبابريكا وقرفة. حلو قوي. ونعجن العجينة دي يا عم الشيف ونبدأ نشتغل مع بعض. كبيبة باللحمة، كبة مقلية، كبة سمائية، كبة باللبن، كبة بالصينية، كبة كدابة، كبة بالسماء، كبة بدبس الرمان، كل دي مسميات تطلع من العجينة دي. عد على صوابعك العشرة كده أنواع من الكبيبة دي بالعجينة دي. طب اللحم المفروم ده يفضل إيه يا عم الشيف؟ يفضل لحم كندوز مش ضاني، هبرة، خالية من الدهون، ما يكونش فيها دهون عشان الكبيبة ما تفكش منك. الهبرة بتاعة الكبيبة أو اللحمة سموها إخواننا الشوام
هبرة حمراء، يعني حتة حمراء خالية من الدهون، زيرو دهون. اه وتقول لي الجزارة انا هعملها كبيبة. العجينة جاهزة، يلا نشتغل مع بعض. حلوة، هنخليها هنا كده وناخد البلانشة الحلوة دي كده ونحط عليها شوية زيت. ونشتغل مع بعض. تعمل ايه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. هعمل كبيبة مالية دلوقتي حديث الساعة. ده زيت حطيته على البلانشة. ما عندكيش بلانشة زي دي كده بتجيبي صينية، ورقة زبدة، اختياري. بس انتوا عارفين الشيف المغازي بيحب يعمل ايه؟ افتكاسة. بولة فيها ماء سائع مثلج. الله على صوت المية. قال لك المية تروي العطشان. حط ايدي في المية. واللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار او في الشربات. وناخد الكوبيبة دي كده. بالشكل ده كده ونحطها هنا كده. تاني. يلا بينا. اه. لا احجام واحدة خليها كده. ونحط هنا كده. ايدي في المية. ونشتغل كده. اه. ليه بتحط ايدك في المية يا عم الشيف؟ عشان العجينة ما تلزقش في ايدينا. اه. اللهم صل على النبي. عندنا ماء بيغلى على النار. بعد ما بنعمل الكوبيبة بالشكل ده كده، في طريقتين للسوى. الطريقة الأولى إخواننا الشوام ممكن يشوها على الفحم. والفحم هنا لازم يكون نار هادئة. الطريقة التانية تتعمل كوبيبة الشكل البيضاوي اللي احنا عارفينه وتتحشي لحم ضاني مفروم مع صنوبر. حلو؟ وتتقلي في الزيت. الطريقة اللي أنا هعملها دلوقتي ودي حصري، إن أنا هقليها زي ما هي كده. بس اللي هي تركاية إن الكوبيبة دي هتتسلق في ماء مغلي متبهر. مية مغلية على النار بتحط فيها شوية بهارات مع فص توم ونبدأ نسلق الكوبيبة دي. وبعد ما بنسلقها بنشيلها من الماء السلق، نسيبها لما تبرد شوية، بنعفرها بالدقيق وتتقلي في الزيت. تاكليها وتاكلي صوابعك وراها. طب سلقتها ليه يا عم الشيف؟ لأن داخلها برغل واللحم هنا عايزه يستوي، فقليها في الزيت مش كفيلة إن هو يساوي كل حاجة مع بعضيها. دي مدرسة اسمها المدرسة المغازية. ايدك في المية على طول وانت شغالة، ما تنسيش. اه هتلاقيها بتلزق في ايدك على طول. اه تاخد منك الشكل اللي انت حباه. اهو تاني. عملنا تقريبا نص كيلو لحم مفروم يكفي العيلة والجيران والحبايب وصلة الرحم وجبران الخاطر ونخبط على الجار. بفتح القناة الأولى النهاردة شفت الشيف المغازي جاب برغل ولحمة، بس شفته يا أم محمد حط معلقتين سميد. عارفة السميد ليه؟ عشان يخلي لك ملمس الكفتة ملمس ناعم ويخليها تمسك في بعضيها وتبقى هشة. السميد الناعم بتاع بلح الشام بتاع البسبوسة اللي احنا بنعمله في البسبوسة، وكمان بنستخدمه في بلح الشام. عارفين ليه في بلح الشام؟ عشان يخلي لك بلح الشام مرمل. إضافة معلقة سميد لعجينة بلح الشام وهو على النار مع البيض والدقيق والزيت في حالة خلط البيض مع ماء ساخن ودقيق في عجينة بلح الشام. بس حبيت أطلع للموضوع، معلقة السميد يخلي لك بلح الشام مرمل وله طعم كده وأنت بتحمريه. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب ولا نكمل؟ هناخد الكوبيبة بتاعتنا نحطها في ماء مغلي وبعد المية المغلية بنحمرها في قلب الزيت. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طاجن من الخضار مع الوايت صوص لطيف وجميل، بيناسب الكبار ويناسب الصغار. الطعم فيه هنا مختلف، احنا بس نضرب الشوكة والمعلقة فيه بألف هنا وشفا. تعدله يا إما رز أبيض يا إما مكرونة إسباكيتا أو بالعيش عادي ممكن يتاكل، ولكن ممكن نقدم معاه لبنة
زي ما احنا حابين دي لبنه، او ممكن نقدم معاه اللي حابب ياكل معاه مثلا مايونيز مفيش مشكله، بس انا بفضل معاها يا اما لبنه يا اما سلطه خيار بالزبادي، الحاجات الحلوه دي تبقى لطيفه. ومعاه تعالوا نشوفوا مع بعض الكبيبه ومدرسه الكبيبه. معايا حاجتين، زيت بيسخن على النار وميه بتغلى على النار. حلو الكلام. بنحط في الميه دي شويه بهارات عشان ما نفصلش الطعم. بهارات دي شويه بابريكا حلوين كده، شوية كركم، شوية ملح ما ننساش، ولازم نستنى عليها لغاية لما تغلي درجة الغليان تقريبا. حلو الشكل ده كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما تفكش منك. اوعى تحطيها في مية باردة، لازم المية تكون بتغلي. وناخدها واحدة واحدة كده، نسقطها في قلب الزيت، في قلب المية، واحنا مع بعض كده. وبعدين تطلع من المية المغلية على الزيت، تبقى مقرمشة تاكل صوابعك وراها. ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. كده اعتقد ان انا جاوبت على اسئلة كتير تخص الكبيبة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، والله بقول لك المية تكدب العطشان ولا الغطاس. بيقول لي ما تفكش في قلب المية، في سميت وفي برغل، الاتنين بيلعبوا دور كمال الأجسام يعني، من الآخر إن هما يحموها إن هي تفك من المية. سميت ناعم وبرغل، سيبها في المية. عايزين واحدة كمان هنا، واحدة كمان هنا، يلا دول كفاية أوي. ونسيبها ما تقلبهاش زي ما هي كده يا أمي. ربنا يديك الصحة يا أمي ويبارك لنا فيك يا أمي. شفت الكبيبة بتتعمل إزاي؟ هي دي المدرسة. بعد ما بتطلع في طريقتين، عايزة تاكليها مسلوقة عادي مفيش أي مشكلة، بتقدمي معاها صوص طماطم وتتاكل عادي، بس هيبقى طعمها مش لطيف يعني. ولكن تحمرها في الزيت بالتأكيد، بدل ما تاكل واحدة هتاكل اتنين وتلاتة واربعة. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطة. السلطة دي طبعا لها دور كبير على السفرة، نقدر نقول عليها فواتح شهية زي المخلل، سلطة الخيار بالثوم والنعناع مع قليل من الشبت، مع زيت زيتون، مع عصير حامض، مع بلانشة نظيفة وسكينة حلوة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. بطريقة بسيطة وسهلة، المقادير على الشاشة في متناول الجميع، ولكن طبق السلطة ده مطلوب، وانا مش ضد ان احنا ما نشتريش ترش من بره، لا، يعني بقدر الامكان تجتهدي في انك تعملي المخللات وفواتح الشهية في البيت عندك. علل ولماذا؟ لضمان السلامة مش أكتر. حلو الكلام؟ بسم الله. نبدأ نشتغل مع بعض. يا الله. مهم جدا وأنت بتعملي طبق السلطة تحط في الاعتبار دي لوحة فنية. لازم تركزي في ان هي طريقه التقطيع تبقى لطيفه وجميله تعجب كل الاذواق. انا ضد ان الخيار يتقشر، ما بحبوش يتقشر. اغسليه كويس، لان الطبقه بتاعته الخضرة دي غنيه بالالياف. ناخده كده وبعدين لما اقطعه بالطريقه دي، بطن الخياره نفسها هتشرب من البهريز او من الصوص اللي انا هعمله، فهتدي للخيار طعم. وبعدين سهل في طريقه التقطيع. شفت البساطه؟ الشكل ده كده. كمان واحده. طب
الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ يلا تاني. ملاحظين حاجه وانا بقطع الخيار؟ بفتح الخياره بالطول بعدين بقطعها من جوه، لان الملمس الخارجي للخياره من هنا، خلي بالك مهما كانت السكينه حاميه من هنا ما بتبقاش سريعه زي ما انا شغال. الحاجات دي لازم نعرفها واحنا شغالين كده، التركايه دي او العلامات دي. اهو شفت انا قطعتها كده خلاص، انا ممكن اقطعها كده، لا الطريقه الصح كده اهو. اه ما بتاخدش منك مجهود. اه بص اهو اهو، حتى لو بتقطعي طماطم للسلطه، تقطعي طماطمايه نصين وبعدين تشتغلي بالسكينه من جوه الطماطمايه. اه كمان واحده، يلا بينا اخر واحده. وعينها على الكفته، مستقبلي فيها، دي فيها الهبر. اه تعالوا نتبل الخيار ده مع بعض. معانا نعناع اخضر، ممكن نعناع يابس، ويا سلام لو اننا حبايب في مطروح، انا بعشق النعناع اليابس او النعناع الناشف بتاع مطروح. كل حاجه كده ربنا انعم عليها بحاجات حلوه، بيبقى له طعم وله ريحه مميزه كده. اه اه معرفش ليه طعم النعناع وريحه النعناع بتاع مطروح بيبقى له ريحه قويه جدا، وبتستمر فتره طويله الريحه بتاعتها، ريحه حلوه قوي. ده نعناع زي الفل، بنهرسه. لما اقول بنهرسه جايه من ايه؟ تنعيمه. وخلي بالك اوعى تغسلي النعناع والبقدونس بعد ما تقطعيه، دي من الاخطاء الشائعه في المطبخ للمبتدئين، بتفقدي نسبه كتيره من السوائل بتاعته، سواء بقدونس لتبوله، سواء كزبره خضراء الباميه، سواء نعناع زي اللي انا استخدمته دلوقتي. الحاجات دي المفروض ايه نخلي احطها في الاعتبار. ده توم، قرن فلفل سبايسي كده، قطع كده حط عليها، حلو. زيت زيتون، انا مش عايز احط بصل للامانه، نحط شويه ملح، عصير ليمون. الله، زيت زيتون، ونقلبها. ولكن للامانه والمصداقيه السلطه دي عشان تاكليها وتنسجمي معاها لازم تتحط في التلاجه مش اقل من ساعه المفروض. تبقى لطيفه وجميله وفيها نسبه تبريد حلوه، تقعد عندك يوم اتنين تلاته، عايزه تخليها تقعد شويه وتاكلها بطعم المخلل حط معلقتين خل. خلص الكلام، الرساله وصلت. اول ما نقول خل يعني بقى التخليل على طول. نقدم السلطه دي هنا، وعندنا كفته هنحمرها. الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ده بيلعب دور الترشي والسلطه على السفره. تعال نشوف الكوبايه بتاعتنا بسرعه عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. عندنا زيت غزير، ناخد من قلب الطاسه كده، يلا بينا اهو في قلب الزيت. هو ده هو ده هو ده هو ده. الله عليك يا عم الشيف. عايز تبص على الحاجة الحلويات اللي هنا؟ أفرجك على حلويات، بص على الحلويات. أهي. اللهم صل على النبي. تعرفين انا برفع ليه القلايه؟ ليه؟ عشان اشوف المكان الفاضي احط فيه. اه
اخر واحده هنا. يلا بينا، خلينا نغرف الكوبيبه دي مع بعض. دي ممكن نقدم معاها لبنه، برضو ممكن نقدم معاها سلطه خيار باللبن زي ما احنا حابين. طبق الحلو ده كده، عندنا بصل اخضر كده، الله، بصل الاخضر والموسم بتاعه يا اخوانا حكايه في الايام دي. لما نجيب البصل الاخضر الحلو ده كده، عصره ليمون عليه، شويه كمون، شفت الجو ده كده، قدمها بالشكل ده كده. مهم جدا على فكره. يلا بينا، يلا بينا، الله، تعالوا نغرفها مع بعض. تاكلي صوابعك وراها واحنا شغالين كده زي الفل. ومهم جدا خلي بالك تتاكل سخنه. الله، عمليه السلق مهمه جدا. ألف هنا وشفا للي ياكل. تسلم ايدك يا عم الشيف. سخنة. نعم ممكن، بيقول لي ممكن نعملها بالفراخ. استبدل اللحم، بدل لحم مفروم تبقى دجاج مفروم، صدور فراخ. ممكن نعملها بالجمبري كده، الميزانيه باظت، ممكن نعملها بالجمبري. اختياري. مكانها فين دي يا شباب؟ الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، سفره بسيطه وسهله بتكلفه قليله، يقدر الجميع يعملها، تقدر كل ست بيت تخش المطبخ تعمل الاكل ده. لحمه مفرومه عملنا كوبيبه مع برغل، مع التركايه معلقتين سميت وننقع البرغل قبل الاستخدام بساعتين. طاجن خضار لطيف وجميل من خير ارضنا، فيه كل انواع الخضار مخلوط بالوايت صوص. سلطه خيار بالنعناع والثوم مع عصير حامض وزيت زيتون بتلعب دور البطوله على السفره، فواتح شهيه، رؤيه، فن، ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.